بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نأخذ اليوم محاضرة رقم 5 Lecture 5 of Research Methodology. أذكركم بمفردات المحاضرة السابقة. تناولنا The Common Aims for Conducting Medical Research Studies، بعض الأهداف المشتركة لإجراء دراسات البحوث الطبية، ومن هذه الأهداف diagnosis of disease، تشخيص الأمراض، and prevent development and recurrent of disease in addition of treat illness. يعني أيضا البحوث الطبية تهدف إلى منع حدوث وتطور وتكرار الأمراض، فضلا عن أنها تحاول دعاء إيجاد يعني العلاج لهذه الأمراض من أجل زيادة عدد المرضى الذين سوف يشفون من هذه الأمراض. ومحور آخر في المحاضرة السابقة The importance of research for medical students، أهمية البحث للطلاب وطلبة المجموعة الطبية. أيضا تحدثنا عن أسس البحث العلمي The basics of scientific research. Lecture 5 Research Problem. اليوم نتحدث عن Research Problem. قبل أن نبدأ بـ Lecture 5 نحاول نرجع معا إلى Lecture 1. ذكرنا في المحاضرة الأولى وفي التعريف الأول في موضوع الـ Introduction، وبالتحديد في تعريف الـ Research Methodology is a way to systematically solve a research problem. إذن احنا ذكرنا موضوع research problem من اول تعريف في المحاضرة الاولى، لكن اليوم ان شاء الله نحاول يعني نتكلم بالتفصيل عن research problem. So research is a careful and detailed study into a specific problem, concern or issue using the scientific method. إذن البحث هو عبارة عن دراسة دقيقة ومفصلة حول مشكلة أو اهتمام أو قضية معينة باستخدام الطريقة العلمية. يقوم الباحث بوضع مشكلة أو أي موضوع نصب اهتمامه أو قضية يقوم بدراستها باستخدام طريقة علمية. This is best accomplished by turning the issue into a question with the intent of the research to answer the question. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه عن طريق تحويل القضية إلى سؤال بقصد البحث للإجابة عن هذا السؤال. In this figure we can see this is the question in one hand and the answers in the other hand. What is research? From a French word searcher meaning to seek or to search. ما هو البحث؟ من الكلمة الفرنسية searcher تعني البحث والتفتيش. أيضا البحث يعني an attempt to solve or gain a solution to a problem، وهو محور محاضرتنا. إذن البحث هو عبارة عن محاولة لحل أو الحصول على حل لمشكلة. What is research problem؟ ما هي مشكلة البحث؟ The term problem means question or issue to be examined. إذن مصطلح مشكلة البحث يعني سؤال أو قضية يجب دراستها. هو هذا موضوع مشكلة البحث. وتلاحظون الباحث في هذه الفكرة يحاول يضع المكبرة حتى يجد نتائج بحثه ويضع مشكلته على أتم وجه. طبعا هذا تعبير يعني صورة، هي تعبير يعني مجازي، لأن المكبرة يعني أنه ذهب للمختبر وقام بعمل تجارب وحصل نتائج، فوضع مشكلته تحت التكبير، يعني قام بالتقصي والبحث. A research problem is either a question that researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. إذن
research problem إما أن تكون مشكلة البحث، إما أن تكون question. إذن إما أن تكون بشكل question that a researcher wants to answer، سؤال يريد الباحث الإجابة عليه. ممكن أن أعطي مثال عن هذا الموضوع. مثلا قمت بعمل، مثلا أفكر بعمل بحث حول بكتيريا ستافيلوكوكس أوريس والتهابات الجروح، فأضع سؤال في تفكيري: ما هو دور بكتيريا ستافيلوكوكس أوريس في إحداث التهابات جروح مع بعض العمليات أو الجروح بصورة عامة؟ إذن أنا أصوت موضوع بحثي بشكل سؤال. Or a problem that researcher wants to solve، مشكلة يريد الباحث حلها. ممكن نفس موضوع بحثي أصيغه بشكل مشكلة، يعني أقول إيجاد العلاقة بين بكتيريا ستافيلوكوكس أوريس والجروح. إذن مرة قمت بصياغتها على شكل سؤال ومرة على شكل مشكلة. هكذا يكون اختيار موضوع البحث. في هذا الفيجر نلاحظ علامات السؤال، العلامة اللي بالوسط ماخذة المرتبة الأولى. نعم ممكن أنه سؤال أو مشكلة البحث تتصدر المرتبة الأولى. إذن هذه الصورة تقودنا إلى عنوان The Characteristics of a Good Research Problem، خصائص مشكلة البحث الجيد. حتى يكون هناك بحث جيد لابد أن يكون هناك خصائص لمشكلة البحث. Number one, stated as a question، إذن تذكر أو تصاغ مشكلة البحث على أنها سؤال، وذكرنا قبل قليل مثال حول سؤال البحث. Number two, clear and unambiguous، إذن واضحة وليس فيها أي لبس، تكون يعني واضحة clear. مثلا يقوم باحث بدراسة انتشار مرض معين في منطقة، لابد أن يدقق أكثر، يعني هذا الموضوع غير واضح، لابد أن يحدد يدرس هذا المرض في أي فئة عمرية مثلا، وهل يقوم بجمع الداتا والنماذج من داخل المستشفى أم من خارج المستشفى، فيحدد حتى يكون الموضوع واضح ولا لبس فيه. Number three, empirical، أن تكون مشكلة البحث تجريبية، يعني يدخل الباحث إلى المختبر ويقوم بعمل تجارب ويحصل نتائج، فهذه النتائج التي حصلها تكون داعمة لبحثه، ويعني مدعاة أن يسمى البحث بحث جيد. Number four, verifiable، يمكن التحقق منها، عندما يقوم بهذه التجربة يحصل على نتائج، والنتائج أكيد تكون دقيقة، تعتمد على دقة الباحث، بحيث لو جاء الباحثين ما بعده يدققون لحصلوا نفس النتائج، أو ممكن أنه الأستاذ المشرف يقوم بتدقيق نتائج طالبه، فيعني يجد أن هناك عمل يعني جيد ودقيق. Number five, interesting، مثيرة للاهتمام، لابد أن تكون مشكلة البحث مثيرة للاهتمام. يعني مثلا أنا تخصصي أحياء مجهرية، دائما أقوم أعمل بحوث في موضوع الأحياء المجهرية، لأن هذا هو خطي وهذا اللاين اللي أنا قمت بدراسته، وعندي interesting، عندي ميول لهذا التخصص. هاي ممكن يكون تفسير لهذه النقطة. ممكن تفسير آخر أنه تكون مثيرة للاهتمام، مثلا في واقعنا الآن نجد أن موضوع كورونا فيروس كوفيد 19 يتصدر الساحة على كل مجال، يتصدر القنوات التلفزيونية، يتصدر الواقع الذي نعيشه، مكالماتنا ومحادثاتنا المنزلية، حتى بالسوشيال ميديا كلها تتحدث عن موضوع كورونا كوفيد 19. إذن يعني يكون حري بالباحثين أن يتناولون هذا الموضوع ضمن اهتماماتهم، ضمن بحثهم، لأنه هو مثير للاهتمام. هناك يعني أسئلة
تتبادر من الكل في العالم وتحتاج إلى أجوبة. هذه الأجوبة يمكن أن تستحصل من قبل الباحثين المهتمين في هذا المجال. إذن هو موضوع مثير للاهتمام، فالبحث الذي يعني سوف يجرى على هذا الموضوع سوف يكون بحث جيد، لأن اختار مشكلة يعني ذات أهمية. Number six, novelty and originality. لابد أن يتميز البحث بالحداثة والابتكار، يعني حتى يسمى بحث جيد. أحاول أفسر هذه النقطة. مثلا مشاريع التخرج، في بعض الكليات هناك مشاريع تخرج في السنة المنتهية يقومون بعمل بحث، أيضا طالب الماجستير أو الدبلوم يقوم بعمل بحث للحصول على الشهادة. هذه البحوث لا تتطلب أوريجيناليتي، أصالة أو ابتكار، لكن طالب الدكتوراه حتى يعني يحصل على درجة الدكتوراه لابد أن يقدم بحث جديد ومبتكر فيه novelty and originality، وإلا سوف يرفض البحث ولا يحصل على PhD. إذن هذا هو معنى originality، وبمعنى آخر in the other word يقوم بعمل شيء لم يسبقه أحد، يقوم بعمل موضوع علمي، الحصول على يعني يشق طريقه في العلم بتجربة معينة باتجاه معين بحيث لم يسبقه أحد ويكون هو الرائد في هذا المجال. هذا هو موضوع الأوريجيناليتي. Number 7 availability of support from all concerned. إذن توافر الدعم من جميع المعنيين. لابد أن يضع الباحث نصب اهتمامه عند اختيار المشكلة أن يكون هناك توافر للدعم من جميع المعنيين، يعني مثلا يحصل دعم من قبل الجامعة ومن قبل المستشفى. هل أن المستشفى تدعمه بأن يدخل إلى المختبرات وإلى الردهات ويقوم بأخذ النماذج من المرضى؟ هذا موضوع مهم جدا. موضوع بحثه يقوم على بعض المواد والأجهزة، هل أن كليته تقوم تدعم مواد بحثه؟ هل أن سوف توفر هذه المواد والأجهزة؟ هذا هو البحث الجيد. يعني ما فائدة أنه يختار بحث علمي جيد وغير متحقق النتائج، يعني لا يستطيع أن يحقق نتائجه لعدم توفر المواد أو مثلا عدم توفر الجهاز، فيضع نصب أعينه الدعم المتوفر من قبل المعنيين. Number 8 Express a relation between two or more variables. إذن مشكلة البحث لابد أن تعبر عن علاقة بين متغيرين أو أكثر. تلاحظون في هذا يعني البحث الجديد اللي هو الكوفيد 19 قاموا بدراسة، وجدوا أن هذا المرض ممكن أن يزداد في المرضى عند المرضى الذين يعانون من other disease like diabetes، مرض السكر، or hypertension، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض أخرى مزمنة. إذن وجدوا هناك علاقة ما بين هذا المرض ومع متغير. ممكن أن يدخل الباحث متغير آخر مثلا العمر، يعمل ربط ما بين هذا المرض والأمراض المزمنة وعمر المريض. فكلما كانت العلاقة مع متغيرات أكثر كلما كان البحث جيد. Number 9 Consider time and budget. إذن يراعي الباحث الوقت والميزانية. ليس من المعقول يختار بحث يستغرق 5 سنوات لكن هو أصلا دراسته تتطلب أن ينهي البحث في سنة ونصف، حتى وإن كان موضوع البحث جيد لكن الوقت يعني مهم. أيضا الميزانية يختار بحث مواده يعني cheap، ليس expensive بحيث غالية الثمن ولا يستطيع شرائها،
لأن البحث عادة التجارب فيها تكرار كثير، فيقوم بكونسيم يعني يصرف مواد كثيرة، فيختار موضوع بحث مواده متوفرة، يعني يقدر أن يقوم بشرائها، أو مثلا تستطيع الكلية توفر أو المختبر يوفر هذه المواد. أيضا يقوم باختيار موضوع بحث يتطلب أجهزة متوفرة وليس جهاز باهظ الثمن لا يمكن أن شراؤه، فإذا عندما لا يتوفر هذا الجهاز لا يستطيع الحصول على نتائج بحثه. فجميع هذه إذا all these characteristics of a good research problem. In this figure we can see that the scientist الباحث في حيرة من أمره كيف يختار مشكلة البحث. The choice and statement of research problem. Many scientists owe their greatness not to their skills in solving problems but to their wisdom in choosing them. إذن اختيار وبيان مشكلة البحث. يدين العديد من العلماء بعظمتهم ليس لمهاراتهم في حل المشكلات ولكن لحكمتهم في اختيار هذه المشكلات. يعني الباحثين المتميزين يعترفون بأنهم أصبحوا متميزين ليس لمهاراتهم في حل مشكلة البحث وإنما في اختيار مشكلة البحث. Research is a scientific way of answering questions and testing hypotheses. لاحظ هذا الهرم المقلوب بيراميد، نلاحظ بهذا الهرم نلاحظ انه يبدا موضوع البحث بموضوع general common عام topic، يعني موضوع عام، مثلا يقوم بدراسة حدوث مثلا التهاب العين مثلا، هذا موضوع عام. يبدا تلاحظون المسافة تصغر تصبح نرو، مثلا يقول التهاب العين عند الأطفال، هذا دقق أكثر بالموضوع، يقوم بعمل تركيز لموضوع بحثي focusing، يقوم بعمل focusing يعني يقول الالتهاب البكتيري عند الأطفال، إذا حدد الالتهاب الناتج عن البكتيريا، فإلى أن يصل إلى research question. الموضوع يبدأ بشكل عام، الفكرة تكون عامة أولا ثم تضيق إلى أن تصل وتتركز إلى أن نصل إلى research question. In this figure we can see this is the experiment. First step ask a question. الخطوة الأولى البدء بسؤال لعمل الريسيرش وفرضية تجربة experiment analyze data تحليل البيانات والمعلومات. بعد كل هذا والعمل بهذه التجربة، تلاحظون هذه التجربة مختبرية، النتيجة النهائية either accept the hypothesis or reject، إما أن تحصل الموافقة أو أن ترفض، هذا يعود حسب نتيجة البحث. يضع بفكرته يعني فكرة معينة ويتوقع نتائج، ولكن نتائج البحث تعطي الدليل الدامة للتجربة. This figure we can see in this figure the problem statement. إذا هذا تفسير للفيجر السابق. لاحظ بالسهم إلى الأعلى what should be happening، ماذا يجب أن يحصل، يعني هو اختار موضوع معين، علاقة ما بين هذا المرض والمرضى المنخفضي المناعة، مرض معين، هل أنه يزداد حدوث هذا المرض في جماعة الـ immune depressing، جماعة المنخفضي المناعة immune depressors،
فهو يتوقع أن هناك علاقة، يعني هو يدخل بعمل هذا البحث ويتوقع أن هناك علاقة، لكن بعد إجراء التجارب ماذا يحصل؟ What is actually happening؟ ماذا يحصل في الحقيقة؟ هو في مخيلته موجود علاقة، لكن بعد أن يعمل بحث ويحصل على النتائج، هذه هي النتيجة الحقيقية. قد لا يحصل على العلاقة التي كان يفكر فيها، ما موجود علاقة ما بين هذا المرض وما بين الأشخاص ذوات المناعة المنخفضة. إذن هو هذا يعني النتائج هي اللي تحدد actually happening not what should be happening. Research aims to answer question like. إذن البحث هو هدفه الإجابة على الأسئلة مثلا what are you doing, where are you doing, why are you doing, and the last how are you doing it. دائما قبل أن يبدأ بفكرة البحث يفكر ماذا عليه أن يفعل وأين سوف يقوم بعمل البحث ولماذا يختار هذا الموضوع. كل هذه الأسئلة تنتهي بالسؤال الأخير اللي هو How are you doing it؟ بعد ما جمع الفكرة والمعلومات يصل إلى أنه كيف يتمكن من عمل هذا الموضوع. أرجو أن تكون المحاضرة واضحة أو أي سؤال أو استفسار أنا جاهزة إن شاء الله على التليجرام وشكراً.